وخلونا نكون صريحين وجريئين، احنا وقعنا ضحايا منع وكبت اجتماعي وقائمة طويلة، عيب وما يصلح، وصار اللي عيب يصلح، وأيضا تحت منع ديني، ولكن تبين أنه هذا المنع الديني أيضا غير صحيح، وأنه تغيرت الأقوال وتغيرت الاجتهادات. فالإنسان كشف عينيه على مساحات ومسافات لا يدري هو كيف تشكلت في حياته وفي ذاته، ويظن أن بعضها يخالف القيم أو لا تخالف القيم، أن بعضها يصطدم مع أحكام شرعية أو لا يصطدم مع أحكام شرعية، أو ربما أن الذي يحدث هو عبارة عن مؤامرة تحاك ضده، ونشأت عندنا أفكار من هذا النوع أمام هذا أو ذاك. يعني أمام كل هذه الإشكاليات، الإنسان يريد أن يدافع عن نفسه، يريد أن يأخذ حريته وأن يأخذ حقوقه، أن لا تستلب منه تحت غطاء اجتماعي أو ديني، أو أيضا أن يدافع عن نفسه أو يتوهم أنه يدافع عن أمته ضد مؤامرة تحاكم